مثل ما قلت نظن كنا نستاهل على الأقل تعادل، ولو حتى نتعادل على حسب مجريات اللقاء كنا يعني نستاهل على الأقل أن نعود بثلاث نقاط اليوم. يعني صراحة مباراة كانت يعني فيها اندفاع كبير، اندفاع بدني كبير، نظن النقص البدني اللي كان ظاهر خلال الفترة السابقة يعني عالجناه في فترة التوقف. اليوم اللاعبين نظن أدوا ما عليهم اليوم. تبقى دائما سواء الخطأ اللي قمنا به وسجلوا عليه الهدف نادي بارد، أو حتى احنا النقطة السلبية هي تضييع الأهداف بطريقة غريبة أمام المرمى. نظن هذا هو الشيء اللي نتأسفوا عليه هنا صراحة اليوم، من غير المردود اللي نظن الكل مبسوطين من نقدر نقول من المردود الجماعي وحتى الفردي للعديد من اللاعبين، في انتظار دائما تأهيل اللاعبين، لأننا ننتظر في تأهيل لأنه تقريبا 3 أو 4 مهاجمين ننتظروا باش يكونوا معنا. فصراحة كما تعرف اللغة الكرة القدم لغة الأرقام، اليوم بارادو بحذر كبير ونظن يعني ما كانش مردود كبير ولا، ولكن خذوا 3 نقاط نظن هذا هو الشيء الواقعية موجودة عند نادي بارادو. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.